السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة نبدأ إن شاء الله درس مهم جدا، وهو إزاي لو أنا معايا إحداثيات لمحطة عبارة عن إيست ونورث، وعايز أعرف الإحداثيات دي أو أوصل لمكان المحطة دي أو المكان اللي أنا عايز أروحه عن طريق جوجل ماب. دلوقتي أنا معايا المحطة دي، ومعايا في الكونتراكت بتاعها العقد موجود هنا الإحداثيات بتاعتها عبارة عن إيست ونورث، نورث وإيست، والزون 37. تمام تمام فانا عايز اعرف مكان المحطة دي فين، واوصل لها ازاي وكده عن طريق جوجل ماب. اول حاجة بكتب الاحداثيات دي في ملف اكسل، انا هنا كتبتها عشان اختصر الوقت. الايست والنورث كتبت الاربع احداثيات اللي هم الاربع ارقام بتاع المحطة الكورنر. تمام، انا شغال هنا في زون 37 نورث. تمام، فانا عندي ملف اكسل مهم جدا هرفقه، ربنا يبارك صراحة للي عامله، بيسهل الموضوع جدا جدا جدا. يعني انا هنا بفتح ملف الاكسل وبعمل enable editing. تمام، وباجي هنا على الزون، انا بكتب الزون زي ما قلنا 37. تمام، انا شغال هنا في النورس، فبختارها من هنا للنورس. تمام، خلاص عملت ظبطت الشغل بتاعي، خلصت كله تمام. فبرجع تاني للاحداثيات بتاعتي، دي الاحداثيات بتاع المحطة، بجيب الإحداثيات دي كده، أخدها كوبي كنترول سي، وبفتح ملف الإكسل التاني، وأجي هنا وأعمل كنترول في، هلاقي الإحداثيات جت كده. تمام، أقوم رايح واخد الإحداثيات دي كده، الأربع إحداثيات، أنا مش عايز غير الأربعة دول، أخدهم كوبي كنترول سي، وأجي هنا عند ملف الإكسل، وأقوم رايح عامل كنترول في كنترول زد، أعمل باست فاليو 1 2 3. اوكي خلاص، هنا اخلي دي بوينت 1 2 3 4 كده. انا معايا الاحداثيات عباره عن الاتيتيود واللونجيتيود، بسيف الملف، سيف الملف، سيف اس. وسيبه على الديسكتوب وسميه كوردينيت اوف سبستيشن. تمام، خلاص انا سيفت الملف كله. تمام، خلاص انا هفتح معايا دلوقتي معايا الاحداثيات لاتيتيود ولونجيتيود، اخش على جوجل كروم، افتح جوجل كروم. في طريقتين هشتغل بيهم، الطريقة الاولى اللي هي من جوجل ماب عادي، هفتح جوجل ماب، جوجل ماب عادي جدا. تمام، هفتح جوجل ماب. اول حاجه لو انا معايا داتا كتيره، داتا كتيره جدا ومش عارف ان انا هوصل لها ازاي وكده، هستخدم بطريقه معينه. هعمل هنا، هقوم رايح عامل كده، هاجي من عند ماب دي كده، وهقوم رايح شايل ده كله واعمل ديليت، واكتب ماي مابس، انتر، هتفتح معايا كده. هعمل كرييت نيو ماب، هعمل كرييت، هجيب الخريطة، هعمل امبورت للداتا بتاعتي على الديسكتوب، كوردينيت اوف سب ستيشن، اوبن. اول حاجة الاستيوت واللينجيتيوت، خلاص تمام، بحددهم الاتنين وبعمل كونتينيو، وبقول ان انا عايز الارقام، انا عايز اعرف ارقام المحطة، وبعمل فينش عشان يظهر لي كل احداثي باحداثي. دلوقتي احنا وصلنا دلوقتي ان احنا خلاص جبنا الاحداثي، افتح جوجل ماب عادي. الطريقه دي عشان خاطر لو انا شغال باحداثيات كتيره، يعني انا معايا بقى شبكيه طريق كامل، فانا عايز اخد نقطه معينه على الطريق عشان اوصل لها، مش عايز اوصل لمحطه معينه، افتح جوجل ماب. فتحت جوجل ماب، هضغط على اي واحده من دي واخد الملف، واخد المنطقه دي كده كوبي كنترول سي، واروح على جوجل ماب واعمل كده كنترول في انتر، هيوصلني لمكانها بالظبط. تمام، وانا اقدر من هنا ان انا افتح جوجل ايرث، من هنا بشوف اللوحة بتاعتي كاملة على جوجل ايرث، بفتحها كده. هيفتح معايا المكان على جوجل ايرث بإحداثياته بالأربع نقط، بكل حاجة عبارة عن فين المكان بتاعي. تمام،
في 4 نقط معايا والإحداثيات معايا، أي حاجة عايز أوصلها أوصلها كده. باخد ملف، باخد من النقطة كوبي وأحطها هنا في جوجل ماب، أو إن أنا بدخلها كلها الداتا من إمبورت وبضيفها على على ماي مابس، وبعد كده بختار أي نقطة أنا عايزها وأجيب الإحداثي بتاعها، أو إن أنا أفتح جوجل ماب أصلا من بره وأفتح ملف الإكسل اللي أنا عدلت فيه اللي هو ده. مثلا عايز النقطة الأولى، فأخد كده الاتنين دول كنترول سي وأروح هنا كده في السيرش أمسح ده وأعمل كنترول في وأمسح ده طبعا وأعمل كوما وأضغط إنتر. تمام، هيجيب لي الإحداثي ويجيب لي كل حاجة عبارة عن فين. تمام.